من أهم الأمور اللي تعلمها الحصان في الجود هي الأشياء اللي ناوي بالفعل تمر تسويها وناوي بالفعل تمر فيها وتوقع أنك تمر فيها في الركوب. من ضمنها الحصان لما يخاف من شيء معين وراه بنفس الوقت يبغى شيء قدامه، يعني يشوف خيل قدامه يبغى يلحقها ونتردى عنها، نفس الوقت وراه خيل يبغى ينحش عنها أو يبغى ينظرها. فتعلم أنك ما أنت بلاحق اللي قدامك، ولا أنت بهارب من اللي وراك، ولا أنت مجبرني أنك إني أخليك تطالع حتى. فأرده بين الخيل، خلينا نقول ما يلحق اللي يبغى يلحقها، ولا ينحاش عن اللي يبغى ينحاش عنها، ولا يصرني يطلع. هذا بتمر عليه، بتمر فيه عادة في الركوب، يعني تركب أماكن مفتوحة. فلا بد يعرف الحصان في الجود أولا، إذا كنت تركب خطأ عشان تذكر إنك تحاول تتحكم بشيء ده ويزيد مع الوقت. ممكن تركب صح عشان ما يتفاجأ من تحكمك، يلعب لعب قوي يعور نفسه يعورك عشان يطيح عليك أو يختم توازنه إلى آخره. ففي الجود إن حصل لك يعني موقف زي كذا يبغى شيء معين زي الخيل اسطبل أفراس إلى آخره، رد عنها. بنفس الوقت وراه شيء يبغاه، يبغى يلتفت على الخيل، يبغى يلتفت على السيارة، يبغى يلتفت على صوت إلى آخره. فتكون قادر مع الوقت يموز الحصان إنك تخليه يشوش من شيء وراه وما يصر على الالتفات له، ويرغب بشيء أمامه وما يصر على الانطلاق له. إن حصل طبعا تجمع الثنتين جمعها، ما حصل تسوي كل واحدة على حدة أو بالحالة. طبعا هذا ما يعارض فكرة إنك لازم تخلي الحصان يواجه الشيء إذا خاف منه، يعني خايف من شيء معين يسار يمين، إذا خاف منه فرد خي طالع هذا انتهي منها. الحصان سحب عكس تماما، بس تخيل الحصان ما سحب، يعني تخيل إنك مثلا أنت قاعد تقاود حصان أو راكب حصان موزون ما سحب باتجاه الشيء، سحب واضح قدر ما انه فضة، يعني ما يبغى يطالع الشيء بشكل زايد عكسه. يعني فرضا خير قدامه يبغى يلحقها، في حصان وراه مشوش منه، اذا الحصان اصر يسحب عكس الحصان اللي وراه، انت لا شعوريا بتزلق لا تخليه يطالع سواء قدر ركوب. فلو هو حاول يسحب عكس الشيء لا شعوريا غصب عنك بتخليه يطالع، هذا صح. ولكن كحصان موزون اذا كان هو سحب له وعارف انه ما يقدر ينطلق عنه، يصير هو يسحب له يبغى يطالع، فانت تزليقك له يكون عكسه مو بله، فتصير تخليه يطالع عكسه بدل ما يطالع عليه. زي بالضبط لما يخاف من شيء معين يحاول ينطلق عنه تخليه يطالع برقبته له، يوزن الحصان مو بيصير يبدا يحاول يطالع الشيء بجسمه برقبته ويروح بجسمه، تصير انت توخر رقبته عنه وتخليه يروح لجسمه. لكن اذا بدا يسحب للشيء بدل ما يسحب عكس الشيء، تصير انت تزلق له عكس الشيء فتخليه ما يطالع، فتخليه يتحرك عكس اتجاه المكان اللي يبغى يطالع، بنفس الوقت ترد على المكان اللي يبغى يروح له او يبغى يندفع له.